مونديال الكره الطائره هتلعب الصيف القادم، واللي مصر تاهلت ليه مش عشان هي اول او تاني افريقيا، ولكن هي كانت تالت افريقيا تاهلت بالرانك العالمي. رانكنا العالمي كويس فدخلنا في بطوله العالم، لان في 12 فرقه بيتاهلوا تاهل مباشر والباقي بيتاهل بالرانك العالمي. مصر وقعت في مجموعه طبعا، وده المتوقع، انت طالع يعني بتاهل زي ما بيقولوا صعب، فلازم تقع في مجموعه صعبه لان انت بتتحط في ليفل يعني رابع كمان. وقع في المجموعه معانا مين؟ الارجنتين، ايران، هولندا، معاها مصر. يعني يمكن الماتش اللي ممكن نلعب عليه شويه هو ماتش ايران، يعني ممكن، انما الارجنتين فريق صعب جدا، ممكن نعمل حاجه الله اعلم، بس هولندا فريق صعب برضو، ما بنحبش لغه الارجنتين، تالت اولمبياد بسم الله الرحمن الرحيم كده. وهولندا احد عظماء اللعبه في اوروبا. ايران يمكن اللي ممكن يعني ايه لو استعدينا كويس. طيب هنا في رساله بقى، احنا الكاس العالم اهو تاني، كاس العالم او بطوله العالم في الصيف، يعني عندنا نقول 3 شهور ومثلا نقول 5 6 شهور كمان 9 شهور، لازم اعداد نار، لازم اعداد نار. الاتحاد اللي جاي بعد الانتخابات لازم يحط، ما عندوش رفاهيه الوقت، لازم التمويل يتوفر بسرعه، وانا متاكد وزاره الشباب والرياضه مش هتتاخر في حاجه زي كده لو عجز الاتحاد في التمويل او بحث عن مصادر تمويل ما لحقش، يقدر يلجأ لوزارة الشباب والرياضة تموله. لازم من دلوقتي نبتدي نشتغل. الكرة الطائرة لينا فيها تاريخ كبير في بطولات العالم، نقدر، وعندنا رابع عالم ناشئين وتالت عالم، عندنا يعني إنجازات نقدر نعمل، نقدر نحقق، ليه لا؟ فلازم يتحط إعداد جيد. أكيد الإعداد ده برضو مش هيروح حاضر، لو ربنا كرمنا وقدرنا يعني نعمل ماتش كويس مثلا مع إيران، او تعدينا كويس وما توفقناش في بطوله العالم، ده هينفعنا في بطولات افريقيا القادمه ويبقى عملنا نوال المنتخب. لازم نتلاشى المشاكل اللي حصلت في افريقيا اللي فاتت.